نقول لكم بقى قائمة منتخب مصر للشباب. حراسة المرمى أحمد نادر السيد، زي ما قلت ده بيلعب في البرتغال في نادي اسمه فيزيلا. كريم أحمد نبيل الجونة، مصطفى مخلوف الأهلي. في خط الدفاع عبد الرحمن رشدان الأهلي، عبد الرحمن جودة بيراميدز، عمر فايد المقاولون العرب، يوسف شعبان بيراميدز، أحمد رضا غزل المحلة، إياد العسقلاني الإسماعيلي، إسلام عبد الله الأهلي، كريم الدبيس الأهلي، رأفت خليل الأهلي، خالد عوض طلاع الجيش، محمود أحمد مرسي إسترن كامباني. وسط الملعب محمد فارس اتحاد سكندري، طارق علاء الزمالك، عمر الساعي الإسماعيلي، ماجد هاني الزمالك، محمد حمدي ام بي، احمد عبد الرحيم ايشو الزمالك، احمد نادر حواش ام بي، يوسف العزب المقاولون العرب. خط الهجوم احمد شريف فاركو، يوسف حسن الزمالك، وبلال مصر زي ما قلت لكم بيلعب في باناثينايكوس اليوناني. عندنا اتنين فقط لا غير بيلعبوا خارج الدوري المصري، احمد نادر السيد في نادي فيزيلا البرتغالي، وبلال مظهر في نادي باناثينياكوس اليوناني. طبعا كان في صلاح باشا كان منضم، بس الاصابه منعته طبعا من التواجد في المعسكر. طيب عايز اقول لكم فيما يتعلق بكاس امم افريقيا للشباب كتاريخ، او بلاش التاريخ ده عشان ما نطولش قوي في الحته دي، خلينا نقول ابطال كاس الامم الافريقيه للشباب. نيجيريا اخذت اللقب 7 مرات، بقول لكم فرقه ثقيله، خدته 83 و85 و87 و89 و2005 و2011 و2015، ودي اكتر دوله اخذت القاب كاس امم افريقيا للشباب، 7 القاب. احنا بعديهم على طول اخذنا 4 القاب، 81 91 2003 2013. زينا بالظبط غانا 4 ألقاب، 93 و99 و2009، وأخدتها 20 و21. المغرب عندها لقب 1997، الجزائر لقب 1979، الكاميرون لقب 1995، مالي لقب 1 2019، أنجولا لقب 1 2001، الكونغو لقب 1 2007، وزامبيا ايضا لقبا وحيدا عام 2017.